عبر الهاتف أو سكايب النائب عاصم عراجي، سعادة النائب رئيس لجنة الصحة النيابية، تنفهم منك أكثر حول موضوع تسكير البلد، الكلام اللي عم ينحكى، التوجه يلي رح تاخدوه بالنسبة للوك داون جديد. أستاذ عاصم، أول شيء صباح الخير. صباح النور مدام عون، وصباح الخير لزميلنا وصديقنا الدكتور جورج. اهلا اهلا دكتور عاصم. اول شيء انا بدي اقوله انه صحيح مثل ما قال الدكتور جورج، احنا بلشنا صح، وبالاخر يمكن التفلت اللي صار وصلنا الى هالمحل هذا. نعم، وهذا محل حقيقه محل يدعي للقلق، يدعي للقلق مش بس لانه نسبه الاصابات بس عاليه ونسبه الوفيات بلشت ترتفع. انا اللي خايف منه مدام عون، خايف على القطاع الصحي. اولا الاصابات بالقطاع الصحي ارتفعت بشكل كثير كبير، يعني نحن عندنا حوالي 900 اصابه بين طبيب وبين ممرض وممرضه من 21 شباط اول ما اكتشفت الكورونا بلبنان، الى جانب انه عدد الاسره المتوفره لمرضى الكورونا بالمستشفيات الحكوميه والخاصه وبعض المستشفيات الخاصه، لانه المستشفيات الخاصه كان عدد قليل منهم يتجهز مشان استقبال حالات الكورونا، لانه بحجه انه الدوله ما عم تدفع لهم مصاري، وبحجه الارتفاع الجنوني للدولار، وما قدروا عملوا النيجاتيف بريشرز او ما قدروا حضروا وحدات مشان استقبال الكورونا. وهذا حقيقه يخليني انا، يمكن بيخلي كمان دكتور جورج لانه معني كثير بالقصه هيدي كمان بقصة الكورونا، وهو من أول الناس اللي اشتغلوا عليها والله يعطيه العافية، وما خلى منطقة بلبنان إلا ما طلع عليها وعمل بي سي آر بلاش، كان عم يعملوه بلاش. نحن خايفين على القطاع الانهيار، القطاع الصحي، لأنه نحن إذا ارتفعت الإصابات أكثر وأكثر نحن ساعتها دخلنا بالمجهول. نعم، 75% من أسرة الكورونا الموجودة بالمستشفيات أصبحت ملقى بالمرضى. يعني عم نلاقي صعوبة كتير أحيان إذا مريض صار عنده كورونا ببعض المناطق أنه نلاقي له محل، عشان هيك الكتير القصة ضاغطة علينا، مفروض نتصرف بسرعة أحسن. شو مفروض نعمل دكتور عراجي؟ شو الخطة البديلة؟ أو كيف يعني لازم نتصرف بسرعة؟ شو بتقصد بهالكلام؟ أنا برأيي مفروض نزيد عدد الأسرة الكورونا الموجودة بالمستشفيات الحكومية، وكمان ندخل القطاع الخاص على استقبال حالات الكورونا. أنا بعرف أنه مش كل المستشفيات الخاصة فيها تستقبل حالات الكورونا، لأنه بدنا نترك مجال للناس اللي بدهم يتحكموا، اللي عندهم عمليات طارئة، اللي عندهم، بس مفروض في بعض المستشفيات وخاصة هلأ نسبة إشغال المستشفيات الخاصة أقل بكتير من الأول بسبب خوف الناس من دخول المستشفيات. مفروض يتجهزوا بعض المستشفيات الخاصة لاستقبال حالات الكورونا مع زيادة سعة المستشفيات الحكومية وزيادة أسرة الكورونا بالمستشفيات الحكومية. أنا بعرف أنه حتى مثلا مستشفى الرئيس الحريري على طول يعني ملقى بالمرضى، يعني عندهم حوالي 110 مرضى سرير، هاي بشكل دائم ملياني. حتى بمستشفى رزق محل ما الدكتور جورج كمان بيعرف انه كمان في كمان يعني احيان بيلاقوا صعوبه لحتى يلاقوا محل لمريض. عشان هيك انا برايي المفروض هلا نحن نتصرف بسرعه ونلاقي اسره جديده لمرضى الكورونا. نعم دكتور عراجي، شو الكلام عن تسكير البلد مره اخرى لاسبوعين؟ هل في توجه لهالشيء؟ والله كانت اجتمعت اللجنه العلميه بوزاره الصحه من كم يوم واخذت قرار باقفال البلد تام لمدة أسبوعين، بس ما صار في عليها موافقة من لجنة الكورونا، لأنه وزير الداخلية عارض، وكمان في ناس بلجنة الكورونا عارضوا وقالوا أنه ليس مدام عون، يعني إحنا عملنا أقفال من 15 من حوالي يمكن 20 يوم. نعم، ما صار في التزام، يعني قرروا أقفال 15 يوم، ثاني يوم بلشت تطلع الاستثناءات، بلشت تنعطى استثناءات للأعراس، بلشت بتروح على السوبر ماركت ما صار في تطبيق. نعم، صار في تطبيق، يعني بتروحي على السوبر ماركت ما حدا حاطط كمامه، بتروحي على
الاعراس بتضيع عنا هاني بالمناطق قد ما بدك، حفلات دبكه، التجمعات، يعني قدام الاي تي امات بالبنوك، يعني ما في محل بتلاقي حدا حاطط كمامه. وبيعرف الدكتور جورج انه الكمامه شغله اساسيه، يعني نعم. انا بتهيالي لغايه هلا ما بلش الفاكسين نعم شو، انا بتهيالي الكمامه نص فاكسين. لازم تعرف العالم انه انا بحط كمامه عم يحمي غيري المفروض يحط كمامه مشان يحميني. نعم. اللي عم بيصير العكس، انت بتلبسي كمامه تحمي العالم، غيرك ما بده، لانه هو فاكر انه الكورونا كذبه، فاكر انه الكورونا هيدي بعدها قصه. طيب هون دكتور عراجي، مش لازم يكون في تشدد بهالاجراءات بالتحديد؟ يعني للاسف عم نقول هالكلام، يعني يمكن الحل مش باللوك داون، باجراءات مشدده اكثر على الناس. صحيح. هلا المشكله وين؟ انه لما صار في لوك داون في وزارات مختصه غير وزاره الصحه، لنفترض في وزاره السياحه هي مسؤوله عن المؤسسات السياحيه والمطاعم. نعم. في مثلا وزاره الداخليه هي مسؤوله انه اي حدا مش حاطط كمامه المفروض ينكتب فيه ضبط، اي سوبر ماركت مش عم يلتزم بالقوانين المفروض ينكتب فيه ضبط، الاعراس المفروض كمان تمنع بالشكل هيك، يعني الناس على بعضها. صح. في سوشيال ديستنج المفروض يكون، يعني في وزاره العمل المفروض كنت تهتم بالمعامل، هي وزاره الصناعه، المعامل والمؤسسات يعني المفروض يشرفوا عليهم. هلا عم يطبق. طيب هالتنسيق موجود دكتور عراجي بين هالوزارات؟ يعني برايك، عم ناخذ رايك، وحضرتك يمكن رئيس لجنه الصحه النيابيه، بس عم نسالك قصص الناس عم تسالها، هل في تنسيق بين كل هالوزارات اللي ذكرتها لحتى يكون في تعاون ونقدر نخفف فعلا من هالخطوره اللي جايه علينا؟ لا 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 ابدا، مثل ما قال الدكتور جورج، يعني الادارات فاتت ببعضها، يعني ما في تنسيق. المشكله انه يعني ما في تنسيق بين الوزارات المعنيه، يعني بناخذ قرار نسمح انه بالاعراس مع سوشيال ديستينج، بس ما حدا بيراقبها، بتروح يعني حسب ما بسمع من الناس، لانه انا ما عم بحضر ولا شو اسمه اي مناسبه، بس بسمع من الناس انه العالم على بعضها، يعني وزاره الداخليه، وزاره السياحه، الوزارات هيدي يعني كانت حياتنا كليتها مقصره بقصه تطبيق الارشادات الوقائيه. نعم. يعني هيدي المشكله، ما في تنسيق كان، هذا عدم التنسيق ادى الى هلا انه نحن الى جانب الناس بعدها مش مصدق انه في كورونا، في ناس بتفتكر انه الكورونا شغله مزحه، في ناس بتفتكر انه هيدي منشان والله الدول اخترعتها منشان انهارت اقتصاديات العالم، نحن بعدنا عم نقول ما في كورونا. نعم، هل في قرار رح يتاخذ، سؤال اخير دكتور عاصم عراجي، من قبل اللجنه الصحيه النيابيه قريبا بهالاطار؟ في قرار انتم متوجهين له؟ والله نحن بالطبع نحن على تواصل دائما مع وزير الصحة ودائما عم نتشاور نحن وياه. أنا برأيي مدام عام، خليني أكون صريح معك، والدكتور جورجي بيعرف، أنا بتهيألي نحن صرنا خارج السيطرة، نحن فقدنا السيطرة على انتشار الكورونا، لنكون واضحين، لأنه الناس مش عم تلتزم وبعض الإدارات مش عم تطبق النشر. أنا بتهيألي، ما بعرف إذا الدكتور جورجي بوافقني على الكلام ولا لا، أنا بتهيألي إن إحنا رايحين على، إذا كان في، رايحين على شيء اسمه هيرد اميونيتي، مناعة القطيع، لأنه ما حدا عم يلتزم، يعني نحن عم نحاول المستحيل، يعني نبح صوتنا الدكتور جورج وكل وسائل الإعلام الله يعطيكم العافية، أنتم بجهد كثير كبير، وسائل الإعلام بأول الطريق، بس كل هالحكي اللي عم نقوله بالنسبة للإرشادات الصحية ما حدا عم يلتزم فيها. نعم، شكرا النائب عاصم عراجي رئيس لجنة الصحة النيابية على هالمداخلة معك، شكرا، يعطيكم ألف عافية.